هي عبارة عن إنه المخلفات الورقية اللي بتنتج عن أي مكان، مصلحة حكومية، مدرسة، بينتج عنهم كمية ورق كتير، خصوصا ورق المؤسسات وكراسات والجمعيات، وكتب أي أوراق. ودفاتر و بالظبط بالظبط، احنا بناخد الأوراق دي وبنعيد تدويرها تاني لإنتاج منتجات تصلح للاستخدام، زي ايه مثلا؟ زي مثلا ورق حائط، حجر بديل للحجر الفرعوني، منتجات بقى مكتبية، مقلمة وتري وراقة وكل الحاجات دي، ميداليات وكل الحاجات اللي ممكن يعني تطلع من الورق احنا